هذا المقطع هو عن فهم فكرة الاشتقاق، إنه نموذج مثير للاهتمام. الجميل في هذا النموذج أنه يساعد في إيضاح ماهية الاشتقاق. الاشتقاق ما هو إلا ميل المماس في نقطة ما، ففي هذا التمرين مثلا يوجد لدينا رسم بياني للاقتران f x يساوي 2x للقوة 3، إذن هذا هو الاقتران 2x للقوة 3، وما علينا فعله هو تحريك هذه النقاط البرتقالية لأعلى وأسفل. هذه النقط تظهر خطوطا، فعندما أمرر يدي فوق هذه النقطة البرتقالية ترون هذا الخط هنا في الأسفل يصبح برتقاليا. حاليا النقطة تقع عند الصفر، ويظهر لكم أن ميل الخط المرافق يساوي الصفر، ولكننا متأكدين أن هذا الخط ليس بمماس، إن ميل المنحنى عند هذه النقطة هو حتما لا يساوي الصفر. إذن فالذي نريد أن نفعله هو أن نحرك هذا بحيث يصبح قريبا جدا، أو بأقرب شكل ممكن تحديده بالنظر لميل الخط المماس. يبدو هذا جيدا، حسنا، يبدو قريبا جدا لميل المنحنى عند هذه النقطة. وبإمكانك أن ترى بينما أقوم بذلك هنا، يمكنك أن ترى المشتقة للاقتران f x عند سالب 2. إذن عندما الاقتران يساوي سالب 2، ما هي المشتقة هنا؟ هذا الميل. إذن بوضع النقطة في هذا المكان، أنا أقول أن الميل يساوي 24 عند هذه النقطة. إذن هذا هو التقريب الذي قمت به بالنظر كما فعلت. دعونا ننجز هذه النقطة هنا الآن. يبدو أن الميل ينخفض قليلا، ولكن ما زال موجبا بوضوح. يبدو الميل حوالي 14 أو 15، وهنا مرة أخرى الميل ينخفض ولكنه ما يزال موجبا إلى حد معقول. يبدو أن الميل هنا يساوي 5، إذن الميل ينخفض هنا بالتحديد. الميل يبدو أنه أصبح يساوي 0، تبدو وكأنها نقطة انقلاب، إذن فالميل يساوي 0 هنا. بإمكانك أن ترى هنا أن المشتقة للاقتران f x تساوي 0، والذي يعني أن هذا الترميز يقول أن ميل الخط المماس أو ميل المنحنى عند هذه النقطة يساوي الصفر. الخط أفقي هنا، بإمكانك أن ترى أنه أفقي تماما، وتذهب إلى هنا ونريد أن نجد المشتقة عند f الواحد. إذن مرة أخرى يبدو أن الميل يزداد، هذا مثير للاهتمام. هنا الميل كان موجبا ولكنه كان ينقص كلما انتقلنا إلى هنا. لاحظ كيف أنه يصبح أفقيا أكثر فأكثر، ولكنه يصبح مساويا للصفر، والآن الميل يزداد مرة أخرى. إذن في هذه النقطة نريد أن نرسم مماسا. لاحظ أن الميل ازداد بشكل يتناسب مع المكان الذي كنا فيه عند واحد، إذن يبدو الميل هنا هكذا، ونرسم الميل هنا، وإذا اقتربنا أكثر فإنه سيرسم منحنى للمشتقة. انظروا، لاحظ أننا لم نجد المشتقة عند كل نقطة للمنحنى، أوجدناه فقط عند هذه النقط المعينة حيث توجد النقاط البرتقالية، ولكن بما أننا وضعنا النقط البرتقالية عند قيم قريبة من قيم المشتقة فقط بمحاولة إيجادها بالنظر، محاولة إيجاد الميل للخط المماس. النموذج يقول أننا قمنا بعمل جيد وقام برسم كامل منحنى الاشتقاق، وكل ما يبينه منحنى الاشتقاق هو أنه عند أي نقطة يظهر لك الميل للخط المماس. إذن حتى لو لم تحرك نقطة برتقالية عند سالب 5، إذا ذهبت إلى هنا سيظهر أن الميل يساوي حوالي 2.5. إذن هذا سيكون أكثر من واحد بقليل، يبدو أن هذا سيكون ميل المماس هنا. أو إذا ذهبنا إلى هنا سالب 2.25%، الميل سيكون تقريبا يساوي 30 هنا. إذن فعندما ترسم المنحنى فإنك ستعرف قيمة الميل للخط المماس أو ميل منحنى الاقتران عند كل نقطة. إذن كان هذا تمرينا ممتعا، أراكم قريبا.